بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. في هذا الفيديو القصير هنستعرض المسائل اللي هي او يعني نموذج من المسائل اللي هي بتيجي على الجزئيه بتاعه شابتر 17 وشابتر 18. شابتر 17 اللي هو كان بيتكلم على الديسك ستورج، وشابتر 18 اللي هو كان بيتكلم على الاندكسنج. فعاده يعني المسائل اللي بتيجي في الجزئيه دي بتكون بنفس المنظر اللي قدامنا ده. هو في الاول بيقول لي والله ان في تيبل عندك، التيبل ده مثلا على سبيل المثال اسمه امبلوي، وبيبدا يديني شويه معلومات كده زي الريكورد سايز اللي هو حجم الصف، معناها ان كل صف موجود في هذا الجدول حجمه 150 بايت. كمان بيديني البلوك سايز وهو ايه اللي هنا ان هو حجمه 512 بايت، وايضا لازم يديني عدد الصفوف اللي موجوده في هذا التيبل، وهنا على سبيل المثال الار سمول اللي هي عدد الصفوف عباره عن كام؟ 30,000. فهنا عندنا الار كابيتال اللي هو الريكورد سايز، الار سمول اللي هو عدد الصفوف اللي موجوده في هذا الجدول. دي المعطيات، وبيبدا بقى يطلب يعني شويه كده معلومات هو عاوزنا احنا بقى اللي نحسبها ونقول له عليها، زي مثلا هاو ميني بلوكس ار نيديد to store the file on disk. يعني انت عندك المعلومات اهي بتاعت الفايل او بتاعت التيبل، قول لي بقى هنحتاج كام بلوك عشان نخزن هذا الفايل على الديسك. انا عشان يا جماعة اجاوب على المعلومة دي لازم اولا اعرف البلوكينج فاكتور كام، اللي هو البلوكينج فاكتور لو تذكره اللي هو كنا بنرمز له بالبي اف ار. والبلوكينج فاكتور كام؟ معناه عدد الصفوف اللي يمكن تخزينها في بلوك واحد، او بمعنى اخر البلوك الواحد ممكن يشيل او ممكن يخزن كام ريكورد. فكنا بنحسبها ازاي دي؟ كنا بنقول والله عبارة عن البلوك سايز اللي هو بي مقسومة على الريكورد سايز اللي هو ار. في حالتنا هنا مثلا احنا عندنا 512 اللي هو البلوك سايز على الار اللي هو 150، فبيساوي كذا. اعتقد هنا في حالتنا كان هيطلع حوالي 3 بوينت كذا في كسر هنا. في البي اف ار يا جماعه احنا بناخد الفلور، فهنا بناخد القيمه الصحيحه اللي هي فين بدون كسور. فهنا مثلا 3 بوينت كذا، لا يبقى انا هاخد ايه 3. فيبقى دلوقتي البي اف ار عندي بيساوي كام؟ 3. يعني ايه 3؟ يعني معناها كل بلوك ممكن اخزن فيه up to 3 records، ما باخدش كسور انا، خلي بالك. يبقى احنا عندنا دلوقتي البي اف ار مثلا حسبناه ب3. طيب يبقى ادام انت عارف ان كل بلوك بيشيل 3 ريكورد، يبقى سهل عليك تقول لي الفايل ده محتاج كام بلوك، صح؟ هتعملها ازاي دي؟ هتقول والله يبقى عدد البلوكس اللي احنا بنرمز لها بالرمز بي سمول هيساوي الار سمول اللي هو عدد الصفوف اللي موجوده في هذا الجدول على البي اف ار، اللي هي معناها ايه البي اف ار؟ كل بلوك بيشيل كام ريكورد. زي مثلا انا اقول لك احنا عندنا الغرفه فيها 4 اسره، وانت معاك كام ضيف؟ قلنا لك معانا مثلا 16 ضيف. فانت تفهمي كده ان انا معايا 16 ضيف والغرفه الواحده بتشيل فيها اربع اسره، يبقى انا محتاج 4 غرف، صح كده؟ نفس الكلام. فاحنا عندنا الار اللي هي 30,000 هنقسمها على البي اف ار اللي هو في حالتنا هنا 3، يبقى انا محتاج قد ايه؟ محتاج 10,000 بلوك. يبقى البي في حالتنا هنا كام؟ 10,000 بلوك. دول ايه دول بقى؟ دول اللي انا محتاجهم عشان اخزن هذا الفايل على الديسك، خلاص؟ ادي اول مطلوب بيطلبه عادة في هذه المسألة. تعال نشوف المطلوب الثاني. المطلوب الثاني هنا بيتكلم على ايه بقى؟ بيقول لي طيب لو احنا حبينا نعمل اندكس على هذا الفايل، طبعا احنا عارفين الاندكس من شأنه ان هو يسرع عملية السيرش ويخليني اعمل اكسس على الفايل بسرعة. فهو بيقول لي هنفترض فرضا ان انا عاوز بالفعل اعمل اندكس، والاندكس ده انا هبنيه على الاس اس ان. الاس اس ان احنا عارفين ان هو البرايمري كي بتاع هذا التيبل. فالفايل بتاعي ordered وكمان ordered باستخدام ال SSN، فيبقى هنا عادة الاندكس اللي انا هعمله من اني تايب؟ من البرايمري اندكس. احنا عارفين البرايمري اندكس كان بيشترط شرطين، ان الفايل الاساسي يكون ordered وكمان ordered by الكي. فهو هنا
الراجل قال لي ان انا هبني اندكس على الاس اس ان، واداني معلومتين، اداني الاس اس ان ده حجمه قد ايه، فعرفنا اللي هو 9 بايت. وطبعا زي ما احنا عارفين الاندكس يبقى فيه معلومتين، اللي هو السيرش كي اللي هو في حالتنا هنا الاس اس ان، والمعلومة التانية اللي هي ايه البوينتر اللي هيشاور لي على الريكورد او على البلوك. فهو هو قال لي هنا ان البوينتر اهو كام؟ 7. انا بالمعلومتين دول اعرف ايه؟ اعرف الار اي. اللي هو ايه الار اي ده بقى؟ اللي هو الريكورد سايز بس بتاع مين؟ الاندكس انتري. يبقى كل ريكورد في الاندكس هيساوي كام؟ هيساوي الفي اس اس ان زائد البي ار، اللي هو كام بقى؟ 9 زائد 7 يعني 16. فانت هتقولي كده 9 زائد 7 يساوي كام؟ 16. يبقى احنا عرفنا معلومة تانية اهو، ان الريكورد سايز بتاع الاندكس بيساوي 16 بايت، بينما كان الريكورد سايز بتاع التيبل الاصلي كام؟ 150. وطبعا ده منطقي، انت عندك هنا معلومتين بس، فوق كان عندك مثلا 10 كولومز 20 كولومز زي ما يكون، فاكيد في فرق في السايز بتاع الريكورد. طيب السؤال الثاني بقى مباشرة هيقول لي طيب اديك انت عرفت اهو الريكورد سايز بتاع الاندكس، قول لي بقى الاندكس ده لما نيجي نعمله ونخزنه على الديسك هنحتاج كام بلوك؟ يبقى انا دلوقتي عاوز عدد البلوكس اللي انا محتاجها عشان اخزن مين؟ عشان اخزن الاندكس على الديسك. لو رحنا هنا وكملنا، خلينا ناخد خط كده، احنا حسبنا ازاي عدد البلوكس اللي محتاجينهم عشان نخزن الفايل؟ في الاول جبنا البي اف ار، فهنا برضو هنا هنجيب البي اف ار، بس بي اف ار اي. يعني ايه بقى؟ يعني انا عاوز البلوكينج فاكتور بس لمين؟ للاندكس. اللي هو كانت بتحسبه ازاي؟ نفس البلوك سايز، لان البلوك سايز ده ثابت بالنسبه للفايل او للاندكس او لاي حاجه. طيب فالبلوك سايز على الار، الار دلوقتي بس مش ار عاديه بقى، ار اي اللي هو الريكورد سايز بتاع الاندكس، اللي هو يطلع كام يعني؟ فهو انا عندي ال 512 هقسمها على ال 16، فهيطلع رقم. انا والله انا ما اعرفش الرقم ده كام، انا ممكن دلوقتي هحسبه بالحسبه واكتبه، بس من المعلوم ب 512 على ال 16 طلعت رقم. الرقم ده هو الريكورد هو ده البلوكينج فاكتور بتاع الاندكس. البلوكينج فاكتور بتاع مين؟ بتاع الاندكس. انا اعتقد اللي هو كان تقريبا 32، يعني معناها البلوك الواحد ممكن نخزن فيه 32 ريكورد، بس من مين؟ اني ريكوردز؟ الريكوردز بتاعه الاندكس. طيب كويس قوي، انت دلوقتي عارف اهو كل بلوك هيشيل كام ريكورد من بتوع الاندكس. تعرف تقول لي بقى الاندكس ده هيحتاج كام بلوك؟ طيب احنا حسبناها ازاي؟ احنا قلنا البي، بس هنا بقى بي اي لان انا بحسب عدد البلوكس للاندكس، بيساوي ايه؟ الار، بس الار اي برضو يعني عدد الريكوردز بتاعه الاندكس، على مين؟ ها، على البي اف ار اي. صح كده، نفس المعلومات اللي فوق بس انا بحسب دلوقتي على الاندكس. وهنا بقى التريكه اللي عاوزين ناخد بالنا منها، احنا قلنا ان الاندكس اللي هنشتغل عليه دلوقتي من اي نوع؟ قلنا برايمري اندكس. طيب ده يعني ايه اما يكون برايمري اندكس؟ معناها ان عدد الريكوردز اللي هتبقى موجوده في هذا الاندكس مساويه لايه؟ مساويه لعدد البلوكس بتاعه الفايل الاصلي. لو تذكروا لما جينا نشرح البرايمري اندكس قلنا ان البرايمري اندكس من النوع اللي هو ايه؟ السبارس اندكس او النون دنس اندكس. الاندكس انتري اللي موجود في البرايمري اندكس مش بيشاور على كل ريكورد، ده بيشاور على كل بلوك. يبقى دلوقتي عدد الصفوف اللي هتبقى عندي في الاندكس مساويه لعدد البلوكس اللي في الفايل الاصلي. طب عدد البلوكس اللي في الفايل الاصلي حسبناها كان كام؟ كان 10000. يبقى انا دلوقتي الار اي بتاعتي 10000 على كام؟ 32، اللي هو مين 32؟ اللي هو البي اف ار اي. يبقى دلوقتي انا قلت لك كل بلوك هيشيل 32 ريكورد من الاندكس، انت عندك كام ريكورد من بتوع الاندكس؟ فانت قلتي لي انا عندي 10000، يبقى 10000 على 32 هيطلع حوالي 938 لو انا مش غلطان يعني. فيبقى انا دلوقتي محتاج 938 بلوك ليه؟ عشان اخزن الاندكس.
يبقى الفايل الاساسي احتاجنا له 10,000 بلوك، لكن الاندكس اللي مبني عليه هنحتاج له كام؟ هنحتاج له 938 بلوك. يبقى دي المعلومه الثانيه اللي احنا حصلنا عليها، البي اي يساوي 938 بلوك. اوكي، تعالى نرجع للمطلوب الاخر. طيب بيقول لي يا سيدي انت عرفت دلوقتي اهو الفايل هيتخزن فيه كام بلوك، وعرفت كمان الاندكس هيتخزن في كام بلوك. بيقول لي طيب how many block accesses او how many blocks are accessed to find a specific record by searching the main data file using linear search. خلي بالك بقى، انا دلوقتي هسيرش على الفايل الاصلي، الفايل الاصلي مش بسيرش على الاندكس. شوف المطلوب وانتبهوا للمطلوب. وهستخدم ايه في السيرش؟ اللينير سيرش. طيب احنا لو تذكروا قلنا زمان اما باجي اشتغل باللينير سيرش، خليني اما بنيجي نشتغل باللينير سيرش بنعمل ايه؟ احنا قلنا اللينير سيرش كان فيه مشكله، صح؟ فاكرينه اللينير سيرش ده اللي هو كان ايه؟ اللي انا المفروض بسيرش كل الريكوردز، يعني بعمل ريكورد باي ريكورد، بعدي على كل البلوكس. فهو هنا كان قايل لي ان عدد البلوكس اللي احنا محتاجينها كام للفايل، بلوكس اوف ذا مين فايل قد ايه، اللي هو احنا قلنا عليها اسمها رمزها بي، قلنا البي كنا 10,000 بلوك، ولا انا غلطان؟ كان 10,000 بلوك تقريبا، صح؟ طيب انت دلوقتي عاوز تعمل لينير سيرش. عشان تعمل لينير سيرش اون افريج، خلي بالكم من كلمه اون افريج، يعني في المتوسط، طالما اللي احنا هنسيرش بالكي، يعني احنا بنسيرش بالاس اس ان، فبيبقى عاده بيساوي البي على 2. يعني انت هتحتاج تقريبا 5,000 بلوك اكسس عشان توصل للريكورد اللي انت عاوزه. ده باستخدام ايه؟ اللينير سيرش على الفايل الاصلي. طيب هنفترض ان الفايل الاصلي ده كان اوردرد فايل، واحنا كنا فرضين هذا الفرض ان هو اوردرد فايل، وقال لك اعمل لي سيرش عليه بس باستخدام الباينري سيرش. هنا طبعا العمليه هتفرق. الباينري سيرش التكلفه بتاعته قد ايه؟ لوج 2 للبي، يعني هيبقى لوج 2 البي اللي هو كام؟ 10,000، فهيطلع رقم حوالي 13 وشوية حسب ما أذكر، يعني مفهوم؟ طيب الكلام ده دلوقتي انت عملت لينير سيرش على الفايل الأصلي، وبعدين قلت طيب بلاش اعمل لينير سيرش ادم هو مكلف كتير كده، 5,000 بلوك ده حاجة ضخمة جداً، خليني اعمل باينري سيرش برضو على الفايل الاصلي، فطلع حوالي 13، في فرق كبير طبعا. طيب لو احنا بقى حبينا نعمل باينري سيرش بس على مين؟ على الاندكس بقى، اون الاندكس. ليه؟ ما هو الاندكس احنا عارفين ان هو اوردرد فايل، صح؟ واحنا لما بنيجي نسيرش في الاندكس بنسيرش باستخدام الباينري سيرش ادام هو اوردرد. فيبقى ايه بقى؟ هتقولي لوج 2 للبي اي، صح؟ اللي هي عدد البلوكس بتاعت الاندكس، اللي هي يعني لوج 2 للمفروض الرقم اللي هو كام، احنا قلنا البي اي 938، فهيطلع حوالي 10 وشوي او 10 بلوكس تقريبا. وراجعوا معايا الحسابات، يعني انا مهم عندي المعادله ان انا كاتبها صح. فواضح طبعا من الثلاث معلومات اللي قدامي دول ان انا اما استخدم الاندكس واعمل عليه باينري سيرش هيكون هو افضل اداء او اسرع وصول او اسرع طريقه توصلني للريكورد اللي انا ببحث عنه. وهو ده المغزى من هذا النوع من المسائل، هو عاوز يوريكي اهميه الاندكسز، اهميه ان انت تعمل اندكس. فانت حتى لو استخدمت الباينري سيرش بالرغم من ان هو اسرع بكتير من اللينير سيرش على الفايل الاصلي، لكن لو عملت اندكس وعملت سيرش في الاندكس اكيد برضو هيبقى التكلفه اقل. فواضح ان في فرق بين الباينري سيرش على الاندكس
والباينري سيرش على الفايل. طبعا ناهيك بقى عن اللينير سيرش، لان السيرش اصلا احنا يعني بنتجنبه قدر الامكان لان هو فيري اكسبنسيف. فالسؤالين التانيين دول اللي انا جاوبتهم دلوقتي، ان هو قال لي هاو ميني بلوك اكسس، احنا محتاجين نعمل اكسس لكام بلوك لو احنا هنسيرش على المين فايل باستخدام الباينري سيرش، فاحنا قلنا لوج 2 للبي. وقال لي برضو هتحتاج تعمل كام بلوك اكسس في حاله ان انت بتسيرش على الايه الاندكس، فاحنا قلنا لوج 2 للبي اي اللي هو طلع تقريبا 10. اوكي، شكرا لوقتكم، واتمنى يكون الفيديو ده مفيد.